أكيد من ضمن الشهادات المهمة جدا عن مباراة الأمس كان إشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالمستوى المشرف للنادي الأهلي. قال الموقع الرسمي الفيفا بأن بايرن ميونخ نجح في الفوز على الأهلي الرائع بعد أن قدم أداء دفاعيا جيدا أمام بطل أوروبا، مشيرا إلى أن طبعا حارس مرمى البايرن ميونخ نجح بالفعل في التصدي للعديد من محاولات النادي الأهلي. لا كمان أشارت، عايز أقول لك بقى صفحة فيفا على تويتر تحديدا، أن الأهلي قدم أداء رائع ضد فريق استثنائي. ده مش كلامنا يا جماعة، ده كلام الفيفا، وأن لاعبي الأهلي عليهم أن يكونوا فخورين بهذا الأداء. ونشر كمان الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية على موقع انستغرام صورة لمحمد هاني لو حضراتكم يعني بتشوفوها خلال أحداث المباراة، وكان كده التعليق: لقد حاربتم بشجاعة. كمان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف أشاد بمستوى النادي الأهلي، وكتب الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أداء عظيم من أبطال افريقيا أمام البايرن، جعلتمونا فخورين، فلتستعدوا للمباراة القادمة، ويا رب إن شاء الله ربنا يكرمنا فيها.